أنا توشتيني ما قاعد خجال مرزوقي باركتي ما جيت مع الحكومة والمعارضة زاد حسين الحكومة والمعارضة عملت لهم عملية حسابية شفتهم وين قراوا جماعة هذوما الكل لقاهم كلهم قراوا في معهد الحقوق قراوا فيه على الأخر دونك نرجعوا لبعضنا شنو نلقاو نلقاو الغنوشي قرا فيه معهد الحقوق نتاع لندرا الغنوشي كلموه قال له عملنا ثورة اش قال لهم؟ قالوا بالله الواش قاعد نقرا فيه في لندرا خروح نقرا فيه في بلادي مش كبيرة وكروح لتونس التو قاري فيه حمل هماني مسكين قرا فيه هما تحت الداخلية يقول لي حاجة أنا كحمل هماني قاري فيه على الأخر مش هكا راضية جبالي زادة قرا فيه أم مش برشا جبالي يسألوا فيه مسكين قالوا علاش ما قريتش فيه برشا قالوا كون دي فرونسي لو دو با كريز لو فيزم حسيلو جبالي يحكي لك كلام يقول دو نابورت كوا اما تفهم لي واحد من الفرنسي نتاعو قول هوراي لو بلوديسمون دو ريبوتيسيون حتى من السبسي قرا فيه بنات اما السبسي قرا فيه برشا قرا فيه قبل وشوية وعاود يقرا فيه توا قال السبسي ما قراش فيه وحده راه قرا فيه هو عليسة اما عليسة ما قراتش فيه برشا خاطر خواتها كانوا يقراو فيه فما واحد يجي يقرا فيه قدام خواته ايش ايش حسينه الوحيد اللي ما قراش فيه هو الشعب التونسي يعني ما غير ما تصفق خاطر بعد الثورة قرينا فيه الكل سورتو بعد الانتخابات مش قرينا فيه